عفار رئيس منظمه طلعت في المغرب فرع طرست. احنا اليوم في اطار حمله الدفء المنظمه من طرف الفرع في اطار الانشطه اللي كتنظمها كل عام كقوافل طبيه واجتماعيه. احنا اليوم في دوار ادغيغ جامعه سكاون القافله ديال الدفء اللي غيكون فيها ان شاء الله توزيع 50 قفة على العائلات ديال الدواوير وتوزيع الملابس المستعملة. وكنتمنى من برك نشكر كل من ساهم بعين المقاري في نجاح هذه الحملة هذه، وشكر موصول الأعضاء ديال المنظمة كاملين وموصول الناس اللي ساهموا معنا وشكرا. معكم ميت الفقير محمد رئيس جمعية أدغيغ للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية بدوار أدغيغ جامعة أسكون. بهذه المناسبة وعبر هذا المنبر القيم كنشكر منظمة طلائع فرع طراس بجميع الأعضاء ديالهم على هذه المبادرة هذه لأجل يعني باش نفرحوا الناس ديال دوار أدغيغ ودوار توريرت. كنشكرهم جميع، كنشكرهم على يعني المجهودات اللي داروا بدولة باش ننجحوا هذه القافلة هذه، وكنشكر الساكنة ديال أدغيغ وتوريرت، وكنشكر جميع الأعضاء ديال المكتب ديال جمعية أدغيغ اللي ساهموا معنا في السراء والضراء. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى باش الامور كلها تدوز بخير وعلى خير، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم، معكم فاطمه الزهراء الدرويش نائبه امين المال بمنظمه طلائع اطفال المغرب فرع طراس، وكذلك مسؤول على لجنه الصحه بالمنظمه. اليوم حنا كنتواجدوا بدوار ادغيغ جامعه اسكاون لحمله الدفء بشراكه مع جمعيه ادغيغ باش نعاونوا هاد الناس اللي كيتواجدوا في هاد البلاصه اللي جو بونس كو هي ما تيوصل ليها حتى شي واحد. المهم كنبغي نشكر كاع الناس اللي عاونونا واللي ساهموا معنا في هاد الحمله هذه، لا من بعيد لا من قريب. وكنبغي كذلك نشكر اعضاء منظمه طلائع اطفال المغرب على المجهودات اللي قاموا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إطار منظمة طلائع أطفال المغرب فرع ديال طراست. هي واحد المنظمة وطنية ذات فروع على مستوى المغرب كامل. المهم اليوم إن شاء الله قررنا ندير واحد القافلة ديال حملة الدفء لدوار أدغيغ جماعة إسكون. وبدورنا كنشكروا الناس تاع الدوار على حسن الضيافه وعلى حسن الاستقبال، كما نود ان نشكر كاع الناس اللي ساهموا معنا في هذه القافله من قريب او بعيد. في البدايه معكم عبود حليم اطار منظمه طلائع اطفال المغرب فرع طراس. حنا بدورنا كنشكروا هاد الناس هادو على حسن الضيافه ديالهم، وتحيه موصوله لجميع الساكنه اللي استقبلونا بشكل يعني يليق. وحنا بدورنا كندايرين هاد المبادره هادي ولا هاد العمل الخيري اللي بغينا نقولوا، يعني في ظل هاد الجائحه هادي وفي ظل يعني ما تعيشه الدواوير النائيه فيما يخص يعني طبيعه المناخ القاسيه والبرد القارس، فبدورنا ارتئينا اننا نديروا هذه الحمله هذه التضامنيه الخيريه اللي كتشمل على بزاف ديال يعني مجموعه من المواد الغذائيه والملابس، بالاضافه الى مجموعه من الهدايا للاطفال. وبدورنا كنشكروا الناس المنظمين جمعيه ادغيغ اللي كتمثل يعني الساكنه وكتمثل الدوار.